السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الدرس ديال اليوم بحول الله غادي يكون ديال ماده رياضيات قياس الاطوال. اول حاجه خاصنا نعرفوها هي ان باش نقيسوا الطول ديال واحد الحاجه صغيره فاحنا كنستعملوا كالعاده المسطره. داكوغ، دونك المسطره كنقيسوا مثلا الطول ديال السبوره اولا طول ديال القلم، ولكن ملي كيكونوا عندنا اجسام طويله اللي كتطلب لينا اكثر من المسطره فحنايا كنستعملوا واحد الجدول ديال جدول الاطوال. دابا غادي نتعرفوا على هذا جدول الاطوال، خاصكم تحفظوه، ضروري تحفظ، ولكن اللي ما كيحفظش اولا اللي ما كيعقلش فجبت لكم واحد الطريقه باش تفهموه وباش تعقلوا عليه. اول حاجه اللي نقدر نقولها هنايا غنكتبوا جدول تحويلات للمتر. جدول التحويلات خاصنا نعرفوا ان فيه 7 ديال الخانات، صافي 7 ديال الخانات، نرسموهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة. داكوغ، حسبوا لي ثلاثة ديال الخانات من اليمين وثلاثة ديال الخانات على اليسار، يعني الوسطاني غادي يكون المتر. دونك أم المتر، لاحظوا معايا على اليمين، على اليمين كاينه دي سي ام، باش تعقلوا عليهم منين جبناهم. دي هي 10 10 صافي 10، دونك سي هي 100 هي 100، و ام هي 1000 هي 1000 صافي. دونك الام في الخانة الوسطانية وعندنا 10 100 1000 بالفرنسي، دونك 10 كتبدا بالدي، 100 كتبدا بالسي، و 1000 كتبدا بام، وكنكملوا هاد الام هادي كنكملوها هنا ام ام ام. تفهمنا؟ نمشيو دابا لليسار، اليسار ديال الام. دونك لاحظوا معايا هنا عندنا الدي، حتى هنا غتكون عندنا الدي. لاحظوا هنايا الديسيمتر سنتيمتر المليمتر، هنا كنهضر بالكا ديكامتر ديكامتر، وباش نقول ديكامتر على خصني واحد ا عاد ندير ام. وهنايا لاحظوا معايا حفظوها كا وهنا اش صافي، وكنكمل هنا ام ونكمل هنا ام، يعني هنايا غادي تبقى تسمعوا الام. دونك كيلومتر الهكتومتر والديكامتر، دونك هنا الديكامتر هكتومتر والكيلومتر، هنا المتر، اذا هنايا ديسيمتر سنتيمتر والمليمتر. تفهمنا؟ 7 ديال الخانات، الخانة الوسطانية اللي فيها المتر يعني الوحدة الرئيسية أو الوحدة الأساسية، دونك هذه كتسمى الوحدة الأساسية أو الرئيسية لقياس الأطوال. لاحظوا معايا اللي جاو الخانات، ثلاثة الخانات اللي على اليمين كيتسماو أجزاء المتر. وثلاثة الخانات اللي عندنا على اليسار كيتسماو مضاعفات المتر. تفهمنا؟ دونك هذا هو الجدول، حفظوه، فهموه، عقلوا عليه. عاد باش ندوزو دابا على طريقة يعني كيفاش نحولو من الوحدة لوحدة
وطريقة الوضع ديال الأعداد في الوحدة. معايا سؤال أو المثال اللي كيقول حول إلى الوحدة المطلوبة، كيعطونا لاحظوا معايا كيعطونا أعداد بواحد الوحدة محددة وكيطلبوا منا أننا نحولوها لوحدة واحدة أخرى. أول حاجة خاصنا نديروها هي أننا نرسموا الجدول. أوكي، دابا غادي نشوفوا طريقة الوضع، يعني كل عدد كيفاش كنوضعه. لاحظوا معايا المثال الاول، عندي 28 متر، شحال كتساوي مليمتر؟ لاحظوا معايا كناخذوا الوحده الاولى، اذا العدد عندي 28، عندي مكون من عددين ياك، وحدات عشرات، اذا انا الوحدات هو اللي غادي نحطو في الوحده اللي عاطينا. اذا عندي 8 غادي نحطها في المتر، غادي نجي انا المتر ونحط هنا 8 ونحط هنا 2. اوكي، انا بغيتها المليمتر، غادي نبقى غادا المليمتر بالمليمتر، باش غنبقى غادا غادي نبقى غادا بالاصفار. اذا 0 0 0 حتى نوصل للمليمتر. اذا شحال ولات؟ هي 28000 مليمتر. اذا هي 28000 مليمتر. تفهمنا؟ كنتمنى يكون واضح. نمشيو للمثال الثاني، عندي 12 المتر، شحال هي السنتيمتر؟ دونك انا عندي الوحده هي المتر، اذا انا هاد الجوج هادي هي اللي نحطها في المتر، هي اذا نحط انا جوج ونحط واحد هنا. انا بغيت السنتيمتر، غنبقى غادا بالاصفار حتى نوصل للسنتيمتر. اذا 0 0، اذا هي 1200 سنتيمتر. لاحظوا معايا عندي 8 متر، اذا 8 غادي نحطها في المتر، غادي نمشي انا المتر ونحط هنا 8. تفهمنا؟ انا بغيتها للسنتيمتر، غنبقى غادا بالاصفار حتى نوصل للسنتيمتر. دونك عندي 0 0، اذا 8 متر هي 800 سنتيمتر، دونك عندي 800. لاحظوا معايا المثال الاخر، 270 مليمتر، شحال فيها من سنتيمتر؟ دونك 270 مليمتر غادي نحط انا الصفر، غادي نحطه في المليمتر. دونك نمشي للمليمتر ونحط 0 7 2. تفهمنا؟ عندي 270 مليمتر، ليش غنحولها انا للسنتيمتر؟ لاحظوا مزيان، اذا السنتيمتر فيه 7. انا ملي يكون عندي العدد اصلا في واحد الوحده اللي مطلوبه نحولو ليها، كنديروا الفاصله. لاحظوا معايا الحاله اللي كنديروا فيها الفاصله، اذا كيولي عندنا غير 27. عندي 1 كيلومتر، دونك 1 كيلومتر نحط انا هنا 1 كيلومتر، بغيتو المتر، غنبقى غادا بالاصفار حتى نوصل للمتر. دونك 0 0 0، اذا 1 كيلومتر هو 1000 متر. لاحظوا معايا واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكم، ان قلنا المتر هي الوحده القياس ديال الاطوال، عندي اصغر وحده هي المليمتر، واكبر وحده هي الكيلومتر. ندوزو لمثال اخر، عندي 10 متر، شحال فيها من الكيلومتر؟ عندي اذا هاد الصفر هذا غادي نحطو في المتر، غنجي انا المتر ونحط الصفر، يعني عندي 10، شحال فيها من الكيلومتر؟ ها هو الكيلومتر، غنبقى غادا بالاصفار، اذا 0 0. لاحظوا معايا، من ديال الاصفار على اليمين ما كنديرش الفاصله، ولكن مي كندير الاصفار على اليسار، يعني يعني اللور ديال الاعداد، كنحط الفاصله. عندي انا 10 هنا، لاحظوا معايا انا عندي 10، زدت الاصفار للوراء داكوغ اليسار، اذا انا الفاصله ضروري نديرها. في غنديرها غنديرها في الوحده المطلوبه اللي بغينا نحولوا ليها. اذا الكيلومتر انا من انا الفاصله هنا صافي، اذا غد يصبح العدد هو 0.01، حيت هذا الصفر هذا من مور الفاصله ما كيتحسبش بلا ما نكتبوا 0.01. نمشيو لمثال اخر، عندي 25 ديكامتر، شحال فيها من الكيلومتر؟ دونك الديكامتر، دونك 5 غنحطها انا في الديكامتر، دونك ها هو الديكامتر، عندي 25، انا بغيتها الكيلومتر. لاحظوا معايا الكيلومتر ها هو، اذا غادي نحط الصفر هنا، وما دام الصفر
قبل من العدد فكنحط الفاصله هنايا. اذا كاين لنا 0.25، لاحظوا معايا هذا المثال هذا، فهي كتابه مفككه صافي. هادو كاملين غادي نحطو في الجدول. نحط 4 متر، ها هي 4 متر، دونك دائما تستر باش ما نغلطش. 4 متر، عندي 5 ديسيمتر، ها هي الديسيمتر 5، لاحظوا معايا ما نحطهاش حداها. 7 سنتيمتر و 7 سنتيمتر. اول حاجه قبل ما نحول خاصني نجمعهم، ندير لهم زائد. اذا عندي هنا 7 5 4، انا بغيتهم للسنتيمتر. اذا ها هو السنتيمتر، دونك اصلا نحوله، يعني عندي الفاصله هنا ما كاين. اذا 457 غنحط هنايا 457. لاحظوا معايا المثال اخر، لاحظوا معايا هذا المثال هذا، فهو فيه الفاصله، اذا عدد فيه الفاصله. لاحظوا معايا شنو اللي كنحط في المتر، دائما نحط هذا العدد اللي قبل من الفاصله هو اللي نحطو في، هو اللي نحطو في الوحده اللي عطينا. اذا 6 غنحطها في المتر، قلنا 6 غادي نحطها في المتر، ها هي غنحط حداها 5، ها هي. ولكن العدد اللي عطينا بالفاصله من نحطو في الجدول ما نحطوش بالفاصله، نحطو بدون فاصله. اذا غادي نحول انا للسنتيمتر، ها هو السنتيمتر، غنبقى غادا بالاصفار. اذا هي 650، كنتمنى يكون هادشي واضح. لاحظوا معايا مثال اخر فيه الفاصله، اذا عندي 0.5 سنتيمتر، شكرا. اذا عندي انا 0.5 سنتيمتر، لاحظوا معايا فين هو السنتيمتر، السنتيمتر ها هو. اذا انا شنو غنحط، قلنا دائما نحط هذا اللي قبل الفاصله، العدد اللي قبل الفاصله هو اللي نحطو في الوحده. اذا 0 غنحطها في السنتيمتر، ها هو 0. اذا 5 حداها، ها هي. انا بغيتو المليمتر، دونك المليمتر شنو فيه، 5. اذا 0.5 سنتيمتر هو 5 مليمتر. فهذا كيكون اخر مثال، كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه الجدول ديال الاطوال، عرفتوا كيفاش تحولوا، وعرفتوا كيفاش توضعوا الاعداد في الجدول. نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله، دمتم على خير.